يرتدي سترته الصفراء استعداداً ليوم طويل. ريتشي هو طالب جامعي يبلغ من العمر 18 عاماً. انضم إلى حركة السترات الصفراء منذ 4 سنوات ويشارك اليوم للمطالبة بتحسين ظروف الطلاب. يقول بأنه لم يعد يستطيع العيش والدراسة بسبب الغلاء. التحاقي بالسترات الصفراء منذ 14 من عمري علمني الكثير، اتسعت ثقافتي السياسية وأدركت معنى حقوق الموظفين وأهمية العدالة. نعيش اليوم في بلد غني، ولكن للأسف يوجد فيه ملايين الفقراء بدون إمكانيات العيش. وجوه غاضبة ومطالب واحدة لا تتغير: رفض إصلاحات قانون التقاعد ورفع الأجور وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الفرنسي في وقت وصلت فيه نسب التضخم إلى مستويات قياسية. سئمنا من النظام الماكروني، نريد العودة كما كنا في السابق، نعيش بشكل جيد. فمع الحد الأدنى للأجور حاليا لا نستطيع العيش، الوضع صعب للغاية. أمام تكرار زخم هذه الاحتجاجات في باريس، حاولت الحكومة احتواء غضب الشارع عبر ضخ 46 مليار يورو لحماية الأسر من فواتير الطاقة هذا العام، بما في ذلك الحد من الزيادات في فواتير الكهرباء والغاز. عودة حركة السترات الصفراء إلى باريس يشكل ضغطاً على الحكومة الفرنسية وعلى الشرطة أيضاً، خاصة وأن الحركة توعدت بأن يكون شهر يناير شهر الاحتجاجات والإضرابات في عموم البلاد إلى أن يتم تحقيق مطالبهم. ماريا مصارع، الغد، باريس.